the city. مرحبا مشاهدينا، أنا كتير مبسوطة لأنه اليوم معنا مواضيع جديدة بعد ما حكينا عنهم بالحلقات اللي قبل. اليوم رح يكون معنا تنظيم أعراس، علم نفس روحاني، أزياء، شعر، مجوهرات، أكيد تجميل. خليكن معي للآخر. Diane and the city. جورج مطر، يعني كنت ناطرة هالبارت مناطرة. هاي ديان، بدي أقول هاي لكل المشاهدين كمان عم يحضرونا من العراق. نحن عنا الشرف إنه تكون معنا جورج، لأنه حضرتك من أهم مصففي الشعر بالعالم العربي. حياتي، من لطفك، مرسي بكم. وبعرف إنه كتير مهتم بشعر مشاهير وناس كتير معروفة. صح. مثل مين هلأ كنت عم تتعامل ليتلي؟ لكي أنا بشتغل كتير بروغرامات تلفزيون من زمان، كان دانسينج سيلبرتي دويت هوا بحكيون MTV. هلأ عم بشتغل مؤخراً مع MBC عراق. عم بشتغل على عراق أيدل. أوكي. عم مصت ميس، هي البريزنتر تبع البروجرام. بلشت اتعرف اكثر على العراق وعلى سوق العراق. ونحن هون بلبنان عندنا كذا فرع. اوكي. عندنا زوج مطر هون بلبنان. هذا بدي اسالك، وين عندك فروع؟ عندنا بلبنان اربع فروع موزعين هون ببيروت، وان الله راد هلا بدبي فتحنا اول فرع ونفتح الثاني. وكثير كثير كثير على بالي، ومن ورا ما اشتغلت بالبروجرام العراقي هلا العراق ايدل، كثير عم يحمسوني ميس وكل الموجودين على انه نفوت شوي على سوق العراق لنتعرف شوي اكثر على الشعب العراقي. بركي ان الله راد لقدام نقدر نفتح شي برانش بالعراق. انا اكيد انك رح تنجح بالعراق ان شاء الله. نخبر شوي المشاهدين هيك، شو في ترندز بالتسريحات او بالالوان لهلا مثلا للصيفيه؟ هلا نحن كنا بالشتاء، صرنا باخر الشتاء ببيروت، رايحين كنا شوي بالالوان الغامقه، الالوان هيك الترابيه شوي محمره. مثل ما بتعرف هلا رايحين احنا على الربيع، من بعد الربيع صيف بنبلش نروح بالافتح كلوك. عم نحكي بالوان القصص هيك شوي ميال، بنرجع على الالوان الامبري، على الالوان اللي شوي فيها العسليه. عسليه يعني 100% ميال. أوكي. عسلي على افتح شوي على كل شخص او كل فوق كل وجه. سيدي شو بيلبق له لون او كيف الطريقه اكيد اللي بتكون تلبق لوجهه وبتناسب شعره. يعني ما في لون معين دارج، في كل حدا شو بيلبق. 100% في كل حدا. مثل هلا انت شعراتك، وجهك، لعيونك، مثلا انا بعمل لك كلكم هيك على الطرف بس للصيفيه، نعمل للصيف هيك بيطلعوا حلوين. أوكي. كيف البنات الصغار بيفتح شعرهم هيك على طرف شعرهم، حلو كثير بيطلع كثير حلو. بيرجع لكل حدا شو بيلبق له، شو بيلبق لوجهه اكيد. بعدين في عنا القص، رجعنا على القص شوي ستريت مع شوية غرة من قدام، ديجراداسيون من قدام. أوكي. بالنسبة للقص، ونحن كمان بالصيف وكل الدول العربية هلا بنروح على موسم أعراس. عندنا موسم أعراس هلا نحن هون ببيروت كثير بيكون قوي دائما بالبيت. 100% سو عم نشتغل على قصد هلا، عم نعمل الشوتينجات والفيديوهات كلها اللي عم نعملها، وكل اللي عم يحضرونا فينا يتابعونا اكيد على الانستغرام جورج مطر اوفيشال. جورج مطر اوفيشال 100%. بيشوفوا كل القصص اللي هي كانت من الوان، كانت من قصات، وكانت من كوافيرات اعراس. عم نعملها هلا، عم نعمل شوتينج لعروس 2022. اوكي. يعني القصات تبع الاعراس هلا ميله اكثر على الناتشرال او على بالاعراس اكيد، وين ما كان بسوق لبنان او برا. كل الصبايا ما بقى يحبوا يصفوا شعراتهم، ما بقى فيها الكوافيرات هذه اللي كانت قديمه. اكيد رايحين على السمبليسيتي بالفساتين، بالميك اب، بكل شيء، بالشعر، قصص هيك كثير سمبل ومرتبه وحلوه هيك تكون العروس يونغ، تكون هيك ناتشورال. انت بتعقدي، انغرمت، انت اللي بتعقدي. كثير حلوين عن جد، وسمبل ورفعه، وما كثير اخذت وقت. 100% يعني هذه ما اخذت وقت، وهذه الكوافير بتزبط بكل شيء اوكازيونات. فيك تكوني عروس، فيك تكوني شمينه، فيك تكوني عندك سهره، فيك تعمليها بكل القصص اللي معقول السيد يكون عندها اياهم. كثير حبيت، رح كفي فيهم الحلقه اكيد. ثانك يو، كثير انبسطت معك. انا كمان كثير انبسطت معك. Diane and the City. Tips and tricks by Diane.
بهيدي الحلقة رح علمكم كيف فيكم تعملوا رفعة شعر بشكل انه يبين عبء اكتر وفيه كثافة اكتر. City. قرار عز الدين، اهلا وسهلا فيك. ميرسي. مصممة المجوهرات المعروفة اللي هلا ليتلي كنت عم بتلبسي سيرين عبد النور. ايه مزبوط، من يومين. كثير روعة اللوك صراحة طلع، وانا I'm in love. معقولة الحلقة اللي ساعة بفرجيهم يعني، وهيدا الرينج كمان هولي من الكوليكسيون الجديدة، روعة كتير حبيتها عن جد. قرار خبرينا ليش هالقد بتحب المجوهرات، كيف تبلشت أو فتت على هيدا المجال؟ هلا أنا درست شيء غير يعني، وسيقبت أنه اشتغلت مع حدا من أهم السياغ ببيروت ومن 13 سنة فتحت هون. أوكي. يعني صرت لوحدي بس زدت على المجوهرات مثل ما شايفة، يعني عبايات وغراض بيت وكله لبنانيز ديزاينرز بحطوا غراضهم عندي. بس كتير حبيت المود يعني بالمحل. المود بصراحة ايه كنت حابة يكون في هيك تويست بين الأورينتال ليمشي مع يعني الستيل الشرقي. الشرقي ايه ولا هو خليط يعني، حتى بس يجي حدا يحس حاله هيك كأنه بالبيت مرتاح. صح 100%. هذا هو الفيلينج. قرار بالنسبة للمجوهرات يلي بتعمليها، شو بتستعملي أكتر شيء؟ الماز، شوارفسكي، ذهب؟ خبرينا شوي عن الكولكشن تبعك مثلا الجديدة، هيدا اللي هلأ أنا لبستها. هلا يوجولي يعني اللي انت لبستيه هو بس دايموندز. عاده انا يعني ما عندي قطعه ما فيها حجر. اوكي يعني الماز اكثر. هلا الوحيد يلي بس دايموندز بس الماز. اوكي. بس عاده دائما في عندي الوان، في موزايك، في اشياء انتيك قديمه. يعني دايما بجرب فتش على حجر تراثية يكون حجر يكون يونيك. يعني ما بعرف اذا بتعرفي بس انا بعمل دايما من كل قطعه قطعه واحده. اوكي. يعني ما هيدا الحلو. إيه. يعني السيده بتتميز بس. إيه. تلبس القطعه مش ما بتشوف 20 حدا لابسها. لا 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 لا، يعني حتى انا اذا بدي اعيدها ما بقدر ارجع اعيدها. واو. إيه. يعني بتعملي كاستمايزد او حسب الطلب كمان؟ اكيد انه اذا حدا زبوني بده شيء لا اكيد بعملها، بس مينلي يعني الكولكشن اللي انا بعملها بتكون بس قطعه واحده انه ما بكررها. يعني خبرينا شوي عن الاشياء الثانيه اللي بتعمليها غير المجوهرات. قلت لي انه فتحت محل لإلك مجوهرات، وفي اشياء غير عم شوفها بالمحل هيك ارتستيك ومزخرف عليها او مرسوم عليها. هلا مثل ما قلت لك غير المجوهرات بهذا المحل في عبايات. أوكي. انا بعملهم ديزاين، وفي لبنانيز ديزاينرز بحطوا غراضهم عندي. يعني كونسبت ستور. اوكي. كل حدا بنجرب نشجع، وهنا اكثريتهم نسوان. اوكي. إيه. بقى سو مشان هيك بتلاقي غراض بيت، بتلاقي كبايات، بتلاقي قصص هيك للشمع، في من كل شيء. كثير حلو الهاند ميد او شغل اليد. كثير حلو، كثير حلو، خاصة هون بهي المنطقة كثير بيجي اجانب بقى بينبسطوا كثير يعني بهمون هيك اشياء، بيشوفوا انه شغل لبنان. صح. وبيكونوا من كل البلدان يعني. مش هيك كثير بينبسطوا، وبنكون ذات وقت شجعنا حتى في كثير ناس لبنانية بحبوا يعني الهاند ميد. جمعوهم اكيد.
قرار في شيء بتستوحى منه معين لحتى لا تقومي بالتصاميم؟ في رسالة معينة بتحب توصليها من خلال مثلاً آخر كولكشن لإلك؟ الحجر يلي بدي استعمله أو القطعة اللي بدي استعملها هي اللي بتعطيني أكتر نقي كيف بدي أعمل الديزاين. أوكي. بس بذات الوقت ما فينا نبعد عن ترند، يعني ما فيني أنا أكون لحالي أخذ خط، لازم نشوف كمان إنه شو داري، شو الترند، شو الأشياء اللي هلا ضاربة يعني. بس أكيد على طريقتي. قرار شايفة كتير في ألوان حلوة أنا قدامي، مشان هيك أنا يعني جبت لك كم قطعة بس هيك بفرجوكي الستيل يلي أنا بشتغله والألوان. هيدا الرينبو حسيته لابق مع تيابي لأنه دغري لفتني. مزبوط كتير حلو، رائع هالرينبو. هلا كتير مودة الرينبو، صار لها شي سنتين وبعدهم يعني الناس بعدهم بيطلبوا، وكل حدا بيعمله على طريقته. ولا أنا هيدا عملته على طريقتي. I love it. بدي أسألك مثلا الرينبو من شو مؤلف؟ هو الحجار يلي سفير. هو السفير. هلا انا كثير معروفه بالاخضر، عشان هيك نقيت لك اخضر حلوين. هيدا مثلا جاد مع شفت القطعه الانتيك المعتقه، اها من فوق القطعه من الانتيك فوق القطعه جاد. هيدا اللي انا لبسته كثير حلو، دايموندز كمان. هذا اللي انت لبستيه لانه هو كلاسيك بس بذات الوقت اوريجينال، يعني هذا شيء ما بيموت، ما عنده وقت. ما عنده مودة. هيدا رائع. اوكي. ومثل ما هلا بتعرفي درجة كثير الإنامل هيدا بينكي للصغير. اوكي. هلا انت اصابيعك شوي كثير صغار بس هو هيك بينلبس. رائع. هيدا الزمرد امرود مع انامل والماس اكيد. عطول في الماس دايما. كثير حلو. هيدا مثلا الكلاسيك يلي مين ما كان صغير كبير. هيدا وين بنحطه؟ هلا هيدا صغير رح يزبط على ايدي. بيرفكت، اول مره بيزبط خاتم على ايدي. هيدا الكلاسيك يعني الكبير الصغير الزوقة كلاسيك زوقة اوريجينال بتحبه. هيدا انا اتس ماي فيفورت، اكثر شيء اكثر واحد حبيته صراحه. شو حلو مع تيبك، كثير رائع. قرار بدي اقول لك عن جد انا كثير انبسطت تعرفت عليك وعلى الكولكشن الروعه. اهلا وسهلا فيك. ديان اند ذا سيتي. ديان اند ذا سيتي. دكتور ميسر سري الدين، اهلا وسهلا فيك. ثانك يو ديان. حضرتك اختصاصي بالعلم النفس الداخلي او الديب سايكولوجي ودكتور بالجامعه. انا اول مره بستضيف بالبروجرام هيك توبيك او هيك موضوع، وكثير مبسوطه ومحمسه. ثانك يو. لانه انت عرفت انه الدكتوراه تبعك او الاطروحه كانت عن دعم المراه. مزبوط، العنف ضد المراه بالمجتمع العربي. هذا الموضوع كتير مهم، وأنا أكيد أنه بطال كتير من النساء يمكن يكونوا عم يحضرونا، وكتير حلو نعمل توعية عن هذا الموضوع بالعالم العربي لأنه نحن عن جد بحاجة له. أكيد. فشوي خبرني عن هذا الاختصاص، كيف يعني دعم المرأة؟ أنا عشت بالإمارات بفترة شبابي، مع أني بعد شاب. بعدك. وتأثرت كثير بالطريقة اللي بتعامل فيها المرأة بمجتمعنا، تهميش المرأة بالمجتمع العربي، يمكن كمان عالمية مش بس بمجتمعات. صح، بس أكتر للأسف شوي. أكتر شيء بالعالم العربي. وفي كثير عنف ضد المرأة بكافة المجالات، يعني حتى إذا بنحكي دينيا كان في عنف ضد المرأة، فكانت هي هي السبب تبع الأطروحة تبعي، إنه سلط الضوء على العنف ضد المرأة بالمجتمع العربي وكيفية دعم المرأة
لحتى توصل لمراكز تقدر انها يتقدم فيها المجتمع لبعدين. ودكتور بعرف انه في كم مقوله بدك اليوم تقلنا اياهم عن المرأة تحديدا لنسمعهم. في اثنين. اول شيء واحد هو بيت شعر للشاعر حافظ ابراهيم بيقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. واو. فهالقد بيركزوا على دور المرأة ببناء المجتمع. ببناء المجتمع، لأن هي أساسا المرأة هي نصف المجتمع. صح. إذا ما كانت أكثر. ولو بدي بين إنه عم زيدها شوي، برأيي أنا ورأيي المتواضع إنه من بعد الله تيجي المرأة على الأرض. واو. لأنه هالقد دورها مهم لتنمية المجتمع، للتربية، لمواجهة التحديات. صح. يعني المرأة برعت بكل المجالات اللي فاتت فيها لما انعطت الفرصة، لما انعطت انه الفرصة تقدر تعمل اللي بدها اياه. اكيد اخذت الدعم الكافي والتشجيع الكافي، مش بس من الرجل بس كمان المجتمع ككل. المجتمع. صح. والمقولة الثانية هي لنابليون لما قال انه المرأة التي تهز السريرة بيمينها تهز العالم بيسارها. المرأة هي أم، المرأة هي صديقة، المرأة هي النصف الثاني، يعني هي ركيزة بالمجتمع. صح. ومفروض إنه نعطيها الحق، خاصة نحن صرنا بال 21st century. مزبوط. إنه مفروض إنه نقدر نعطي المرأة حقها إنها تمارس دورها كاملا. دكتور شوي بدي هلا ابتعد عن موضوع المرأة مع انه هذا احلى موضوع عندي، بس بدي اسال شوي عن علم النفس. لما يجوا البيشنتس او شخص اللي بده يتعالج مثلا عندك، كيف انت مثلا بتساعده انه يتخطى الصعوبات؟ شو هي الطريقة او اي اسلوب بتتبعه معه؟ هلا اللي بيجوا لعندي على العيادة اهم شيء انه بده حدا يسمعهم. انا بقول انه هو نصف العلاج انه حدا يسمع، الاصغاء للاخر، لانه نحن كمان بنعيش بالمجتمع تبعنا ما بنسمع، عدم الاصغاء. ايه. صح. وانا ما عم بحكي انه واحد سمع انه يسمع الحكي، اكيد عم يسمع الحكي، بس يا ترى انا عم بسمع لافهم ولا عم بسمع بس لحتى اجاوب؟ وهذا هو الفرق هون. صح. فهون في اول شيء الاصغاء، ثاني شيء بدك تخلقي لهم مساحه هالقد فيها امان لحتى يقدروا يحكوا عن الاشياء اللي مضايقتهم. ما بقى نطلق احكام عليهم، ما بقى نعطي نصائح، لانه انا دوري مش اعطي نصيحه، لان النصيحه اللي بتناسبني الي انا يمكن تكون غلط 100% للشخص اللي قدامي. فبحب انا بدي ساعد الشخص انه هو يطلع بالحلول اللي ممكن تكون مناسبه له. وطبعا في كثير تقنيات بنستعملها مع الاشخاص اللي ما بدي اقول مرضى، لانه ما بعتبرهم مرضى لما يجوا على الكلينك. بعتبر انه هؤلاء الاشخاص عندهم هالقد شجاعه انه يجوا يحكوا عن شيء هالقد بضايقهم، هالقد بوجعهم. فكل الاحترام اكيد للناس اللي عندها الشجاعه انه تقدر تحكي، خاصه كمان بمجتمع بعد انه لما نقول ونحن رايحين عند دكتور نفسي بيقولوا لي انه بس انا مش مجنون، بس انا انسان طبيعي. انه اكيد انسان طبيعي. هي اساسا فرويد لما حكى عن الثيرابي قال اتس ا توكينج ثيرابي، هي ثيرابي علاج بالحكي. بالحكي. فهذا هو الأهم، إنه الواحد يقدر يحكي، يحكي بدون ما يشفر، بدون ما يقيم أي شيء من اللي عم يحس فيه، يقدر يعبر عن نفسه بالطريقة اللي هو بده يعبر فيها عن نفسه، ويكون الشخص اللي قدامه يلي عم يسمع عم بيصغي وعم بيحاول يساعده إنه هذا الشخص يلاقي له حلول يلي ممكن تفيده بالمستقبل. أصلاً بقوله إنه كل إنسان بحاجة ل عنده عقدة معينة بحياته، أو ما في إنسان منه بحاجة لإنسان تاني يصغي له، ما بيقدر 100%. فمش غلط الإنسان أبداً يروح لعند طبيب نفسي. 100%. بالعكس. أنا لقلك أعطيكي كمان أنه اللي بيجوا لعندي لحتى شجعهم، بقدروا أنه حتى أنا بشوف شخص كل فترة وفترة لحتى هيك أنه فرغ شوي هالطاقة. صح. اللي جواتي هي كتير كتير مهمة أكيد، خصوصا يعني لألك يعني. أكيد، لأن أنت عم تسمعي اللي بيجوا لعندك على العيادة كل يوم. صح. فبدك وقت لتقدر هيك شوي تقيم هالطاقة، ما بدي أقول سلبية، بس الطاقة اللي شوي بتكون هافي، صعبة شوي إن واحد يتحملها. أكيد. أنا بحس هيدا مسكونسبشن أو الناس بتفهمها غلط، يمكن إنه بيفتكروا إنه البسيكولوج أو طبيب النفسي هو عليه إنه ينصح. لا، كل الناس هيك بيفكروا. لا، أول شيء بتعلمه إنه ممنوع تعطي نصايح. أوكي.
هذا ممنوع نعطي نصائح. فينا نساعد الشخص، فينا نعطي دليل للشخص، فينا نعطي مثلا بوش صغير لحتى يقدر هيك انه يفكر بطريقه ثانيه. وفي اكيد كثير اكسرسايزز بنستعملها مع الاشخاص، خاصه الاشخاص اللي بيحسوا بالذنب، بيحسوا حالهم انه هن غلطوا بمحل معين ووصلوا حالهم للي هن فيه، انه هول الاشخاص بنحاول نفهمهم انه هي الشغله مش شغله ذنب ومش شغله انه مين غلط ومين لا، انه نحن كيف فينا نتعلم من التجارب اللي ملينا فيها، كيف يكون هذا درس لنا لحتى ما نعيد السيناريو مره واثنين وثلاثه. ما بدي اقول حتى ما نعيد الغلط، لانه كل انسان لما يجي على هالدنيا اجى لحتى يغلط، اجى لحتى يتعلم. بيقولوا الشيء اللي ما بيقتلك بقويك 100%. فانه كيف فينا نحن نساعد الشخص انه يفهم شو دوره بالمجتمع، يفهم انه هو جاي لحتى يغلط، والغلط منه عيب. الغلط انا بقول بصير مشكله لما الانسان يستسلم، صح، هون بصير في مشكله، بصير في غلط. بس غير هيك لا، هي دروس بالحياه. نحن كل يوم عم نغلط وعم نتعلم وعم نطور حالنا، عم نطور حالنا نفسيا فكريا من كل النواحي لحتى نوصل لنقول انه الشخص وصل للفول بوتنشل تبعه لاكثر طاقه ممكن يعطيها. بدي اسالك عنه بعلم النفس الروحاني. شو قصدك بعلم النفس الروحاني؟ يعني هل قصدك انه كل انسان عنده يمكن رساله بهالدنيا وانت بتشوف كيف بدك تساعده تو اتشيف، او انه يوصل للطاقه تبعه يلي بيقدر يعطيها للماكسيموم؟ طيب لفسر لك اياها. السايكولوجي اساسا كانت the study of the soul، psyche باللاتين يعني soul، ولوجو يعني the study of او دراسه علم النفس. soul يعني الروح. الروح اوكي، يعني دراسه الروح. هي بلشت هيك بعدين مع الوقت تطورت، صارت دراسه المخ وركزوا على النيوروساينس، بعدين هلا صرنا بدنا ستادي اوف ذا مايند. يعني هلا اذا ما نعرف نحن شو السايكولوجي اللي بنفهمها نحن اليوم، هي ذا ساينتفك ستادي اوف بيهافير اند منتال بروسيسز، باللي عم بيصير بالفكر. اوكي اوكي. علم النفس الروحاني بياخذك على المحل ثاني كومبليتلي، بيقول لك انه الروح، ما عم نحكي عن الروح بمعنى ديني، عم نحكي عن الروح بمعنى طاقه. هالطاقه اللي جواتك اجت على هالكون لحتى تتعلم شيء، لتطور نفسها. ونعتبر نحن كل انسان بيجي على هذا الكون عنده هدف بحياته، وعنده كمان جفت، مثل ميزه، هبه او شيء بتميزه، بس له بتميزه عن كل العالم، كل هيك ما حدا بيشبه حدا. لاعطيك اكزامبل، مثلا في عندنا كثير عبر التاريخ اشخاص برزوا بميزه معينه لهم، مثلا نحكي عن مادر تريزا برزت بالعطاء تبعها، نحكي عن غاندي، مهاتما غاندي، عن السلام، نحكي صح. عن مارتن لوثر كينغ، عن شو اسمه المساواة بين ليدي ديانا. ليدي ديانا حكت كمان انه ملكة الجماهير كانت. فصار في كثير اشخاص في شيء بشخصيتهم، في شيء ميزه عندهم اياها اجوا لحتى يعطوها. انا بامن انه كل انسان بيقدر يوصل لمحل معين اذا عرف كيف. ولا اختصر لك علم النفس الروحاني، انت عم بتجاوب ثلاث اجوبه أوكي. اللي هن هودي بتضلك حياتك كلياتها تشتغل عليهم لحتى توصل الى نتيجه. اللي هن هو ام اي، مين انا؟ اذا انا مني ميسر، واذا انا مني الدكتور، واذا انا مني اللبناني، كل هودي مش صفاتي، طب انا مين؟ هون بنجاوب هذا السؤال كثير كثير مهم، وهذا بضله زمن الشخص يشتغل عليه ليقدر يوصل لنتيجه معينه. هاي باللايف كوتشنج بيسالوها. رح اقولها بالانجليزي، وي ار سبيريتشوال بيينجز Okay. of love and light having a human experience. اوكي okay, يعني نحن كائنات روحانيه love and light، يعني الحب والنور، مجبورين بالحب اوكي okay. عم نعيش هالتجربه بالحياه، التجربه الماديه، بس اساسا نحن اكثر بكثير من هالجسم، هالجسد المادي نحن عايشين صح. فيه اكثر بكثير من اغلاطنا، اكثر بكثير من افكارنا، من مشاعرنا، في شيء اكبر بكثير جواتنا. مزبوط، وهذا اللي نحن علينا نكتشفه وننميه. ولما يقولوا لك انه اذا كيف واحد بيكتشف الله، هو لما يعرف حاله من جوا، لانه الله هو كناظر الى نفسه في المرآة. فلما تصفى الصورة من جوا بتشوفي صورة الله قدامك كما هي. The second thing is what's my purpose، شو الهدف تبعي بالحياة؟ اوكي، لانه نحن بنجي سو مين انا وشو هدفي؟ وشو هدفي بالحياة؟ The third one هي كل انسان منا بيجي عنده ميزة معينة. يعني
نحن بنسميها بالسايكولوجي كاردينال كواليتي، يعني شيء انه شيء اساسي بالشخصيه. أوكي. مثل هالاشخاص اللي حكينا عنهم شوي، كل شخص منا عندهم اياها، حتى الاشخاص بيقولوا لهم ذوي الهمم العاليه او اللي عندهم احتياجات خاصه، حتى هؤلاء الاشخاص عندهم رساله وعندهم ميزه فيهم، اذا قدروا اذا قدرنا اشتغلنا عليهم ونطور لهم اياها بيقدروا يفيدوا حالهم ويفيدوا المجتمع اللي هن عايشين فيه. صح. فهي انه هول ثلاث اسئله مطلق اي شخص اذا بيقدر يجاوب عليهم بكل حال بينجح بالحياة. دكتور ما بينشبع من هيدا الحديث، انا بقدر ضلني عم بحكي فيه من اليوم لبكره لانه عن جد هو اساس كل شيء. شكرا كثير لك على هالمعلومات. ثانك يو. بما انه حكينا عن دور المراه، خليني بس ركز بس بجمله اخيره، انه دور المراه هو حيوي ومركزي بحياتنا، وهو اساس لتقدم الانسان او للحضاره الانسانيه. فخلينا نحاول ندعم المراه اجتماعيا سياسيا فكريا بكل المجالات لحتى تقدر تساعدنا نواجه التحديات يلي عم نشوفها اليوم، كل هالظلم كل هالحروب، هيدي كلياتها بغياب العنصر النسائي يلي بيلعب دور فعال ليمنع هالاشياء تصير. كثير حلوه هيدي الرساله بالفعل، برجع بقول لك حلو نشوف انه الرجال عم يشتغل على هيدا الموضوع. ديان اند ذا سيتي. رح نكون عم نحكي عن توبيك بتهم كتير من الناس وخصوصا النساء، يلي هو موضوع تنظيم الأعراس. أكيد مع ماريا بوستاني ومع ربيع صافي، أهلا وسهلا فيكن. شرفنا فيكن. نحن أول مرة منكون عم نحكي عن هذا الموضوع معكن أنتو، لأنكن من أهم الناس يلي نظموا أعراس بمنطقة الدول العربية، اشتغلتوا كتير رويال ويدينغز معروفين، فاليوم بدنا شوي نستفيد من خبرتكن تخبرونا أكتر عن هذا المجال. ماريا تيبل سيتينجز او مزينه الطاولات، وربيع صافي مبتكر الزهور. بدي شوي اعرف اكثر عن اذا مثلا بيجي كابل لعندكم كيف تتعاملوا معه، على اي اساس انتم مثلا بتقرروا كيف التيبل رح تكون او الطاولات، وكيف ستايل الزهور بده يكون؟ نحن بنتكل على الترند فوركاستينج. انا مينلي حسب شو دارج هلا فوركاستينج لل 2022 بنشتغل على اساس الالوان، التكستايل، الكاتلري، شكل الطاوله، ديزاين الطاوله. وساعتها اكيد بس صاحبه العزيمه او العرس والايفنت بنفرجيها شوي ديفرنت اتجاهات، خشب، ازاز، هلا اكيد رح نفوت فيهم اكثر شو دارج. ساعتها بتفوت فيهم اكثر مع فلورال ديزاين مع ربيع. أوكي. بتفاصيل شو الورده، الشمعه، الاكسسوارز اكيد، لانه هو أوكي. العرس مش بس تزيين طاولات، عرس كمان في عندك باك جراوند، عندك سقف، عندك درج، يعني في كثير تفاصيل مش معقول يعني كونسبت يعني مزبوط. صح، يعني في كونسبت معين، هيدا الكونسبت او الموضوع يعني بيلحقوا ساعتها التيبلز وال المفروض يكون كله لاقط بعضه. بس تيجي العروس حابه تعمل هيدا الشيء، وهو نهار هو مثلا مره وحده بده يصير، عم بتفكر ضايعه محتاره شو بدي اعمل، هيدي حبيتها. نحن هون بنوجهها اكثر انه تقدر تنفذ كل شيء حسب هي شو بتحب. يعني نحن بناخذ منها للعروس تفاصيل لانه كل حدا عنده ذوقه. ربيع، اول شيء شو هالورد الحلو، وماريا شو هالطاولات الحلوين. بس الورد طبيعي هيدا؟ نعم، كل شيء نحن كل شيء متطورين انه نشتغل بالورد الطبيعي. وقد ايه صعب يعني، انا مرات بشوف ديزاينز ومودلز يعني هيك صعبين، قد ايه بدها وقت هالشغله، وقد ايه لازم تكون تحب شغلتك لتقدر هالقد تعطي؟ ايفي لين هو شركه كبيره، كل حدا مسؤول عن شغلته لنقدر نوصل هيدا الشيء بطريقه اللي بتحب تشوفه العروس والانفايتيز الموجودين على العرس ام على الحفله. قد ايه صعب يعني انه الورده تضلها هيك طبيعيه وفريش وتقدروا تقوموا بكل هالديزاينز؟ اصلا شفت البيج تبعكم رائع. ثانك يو. المود عن جد يعني. We'll be right back.
حلو بالنهايه انتم عم تشتغلوا انه عم بتساعدوا شخص باهم نهار بحياته، فقد ايه حلو قد ايه بتحس بساتسفاكشن او قد ايه بتنبسطوا بس يطلع الشغل رائع. هلا نحن بنكون كثير ستريسد من جوا بس نحن بنجرب من برا بتخبوا قد ما في ايه، لانه هي هو مسؤوليه بالنهايه انه لتقدري انت توصلي كلمتك اللي حكيتيها مع هذا الكابل انه تعطيه اياها مضبوطه، هيدي مسؤوليه بحد ذاتها. ايه ونحن الحمد لله عم نشتغل عليها بهيدي الطريقه ليضل كل شيء نحن وياهم مثل ما اتفقنا يوصل لهم واحسن. يلا بدنا نشوف السيتنجز بدنا نشوف الزهور. يلا سو اول طاوله رح نحكي شفنا شوي اللون مثل ما قلنا لون السنه اوكي الفايت اكيد الليلا مع البرغندي هذا كونتراست فوتني له كمان الاسود بالكاتلري حتى هلا لانه السنه كاتلري يعني عم نحكي عن الصحون والشوك الشوك والسكاكين حتى الكبايات كمان هذا الكباي المحجر الاسود هذا اكيد كونتراست مع لون الفاتح بنشوف كمان الديتايات اكثر شيء مثل اسامي الاشخاص اللي هي محطوطه على النابكن اوكي والمنيو اذا كان هون كمان عندنا سيت الدينر تفاصيل كمان والدقه بطبعه المنيو لون الذهبي يلي على العشاء على القاعد يعني مزبوط أوكي. على العشاء على القاعد الويلكم درينك اكيد دائما ما بننسيه بيكون تفاصيله كمان السنتر تيبل الصغير فوق كل هذا على الاستقبال يعني على الاستقبال الريسبشن بالصوت التابل الصغير مع الورد الناعم الصغير هذا الترند حلو وي هذا هلا اتس فيري ترندي مود المود يلي ما فيه الوان كثير فاقعه بس بذات الوقت الارانجمون فلور الديزاين نازل من السقف okay. عم نحكي هون الكلاسيك بس الكلاسيك الريفيزيتي شوي هاي اند عم نحكي يعني الكاتلري الشوك والسكاكين اللون ذهبي سخم يعني عم نحكي صحيح عن عم نحكي الكريستال اوكي اللون نوع القماش المستعمله للنابكن والرانر فيلفت مخمله انواع الورد هلا يمكن ربيع اكيد بيحكينا اكثر عنها بس الالوان هي الالوان الترابيه اكثر فيها درايد مجفف أوكي. وفيها كمان لانه مثل ما قلنا نحن عم نطلع على الحياه فيها العنصر الورد ال حلو سو ميل على الطبيعه السيت اب اكثر وهلا درج الاشياء اللي نازله من فوق يعني صحيح الهانجينج ديزاين حلو الشمع طبعا دائما بكل التيبل سيتنج في شمع هلا الشمع الملون هلا بتشوفه بعد اكثر بعد اوكي سو كل شيء الوان يعني كل شيء فيه الوان مزبوط يعني حتى لو هون عم نحكي الالوان ترابيه بنفوت لها تاتش اوف كلر تعمل هذا الكونتراست فاينلي كمان لانه نحن عم نحكي عن الحياه وعم انفولفينج المعازيم معنا عم نترك لهم دائما هيك ثانك يو نوتس اوكي شكرا يعني لمشاركتهم بفرحتنا ولانه عم نعيش معهم الفرحه كلها كمان ايوه هيدي احلى شيء عندي صراحه سباركل هيدي بنطرها بالاعراس تكون موجوده حلوه وي لا ما بتحترق الورقة لا صبا سو اخر طاولة اول شيء واو هون روعة صح لانه هون عم نفوت كمان الانترتينمنت الحي بيناتنا كمان حتى لانه كل شيء سنسوري كمان فايت هلا بالتيبل ديزاين دونك هون مع الريمرسيمون بيطلع لهم مكارون بيطلع لهم شوكولا اوقات في شمع حتى مع سنتد مع روايح حلوين أوكي. وفي ألمت كمان الكمكوات مع الديزاين الفلاورز السنتر تيبل ما ننسى انه هيدا كله طبيعي هلا هون قدامنا وهيدا شيء رائع يعني الالوان مزيج الالوان هيك عاطي حياه مزبوط. واكيد مع اللايف انترتينمنت يعني اكيد هون وقت اللي يكون في مصمم الاعراس اللي عم بيخترع الكونسبت كله بينسق هون دوره ينسق كل شيء مع بعض مع من الكل. الورد للفرنتشر لكل شيء حتى هلا عم نشوف الشوكه والسكينه هون روز جولد مات لانه المات دارج مع الكبايات الملونه كمان هون يلي لاحقين ديجراداسيون الالوان صح تعدديه الالوان صحيح 100% على الطاوله وكله اكيد مع الانترتينمنت يلي كمان بدنا نوجه لهم تحيه اي فاكتوري دائما كمان بيطلعوا بافكار متجدده صح وغريبه واول صح. مره بنشوفها يعني صح دونك كل هدول عملوا بيئه حلوه بالاعراس 2022 هي سنه عالميه مليانه بالاعراس
دونك هلا بدنا نشوف ان شاء الله اعراس حلوه ورويه ان شاء الله. وقد ايه نرجع شوي على اللي كنا معودين عليه من قبل. مزبوط مزبوط. يلا وانتم رح تراجعونا عليه اكيد. وقد ايه مهم انه يكون كله منسق بين بعضه، يعني انتم اهم شيء التنسيق. هو اهم شيء التنسيق ليطلع كل شيء حلو عن جد. يعطيكم الف عافيه، وانا كثير انبسطت معكم بهالانترفيو، وخلص بس اتجوز انا عندكم رح نهرب من هالشيء. ديان اند ذا سيتي. اهلا. هاي احلى فيك. مزممة ازياء فساتينك اخذ ضجه بالبلد. وروعه صراحه. وانا بدي اعترف يعني انه مره لبست لك فستان قبل كان عنده تصوير، كان كثير حلو، فستان عرس رائع جدا. حبيبتي القلب غالي، بتعرفي انت ضايعه. ثانك يو لك. يلبق لي. ثانك يو. انت كمان ندوة، بدي اعرف عنك انت شخصيا، ليش قررت تفوتي على مجال تصميم الازياء؟ أول شيء لأنه بتعرفي هي هواية، أكيد بدك تتمتعي بموهبة تصميم الأزياء، بحس الفني هو نوع من الآرت. وبتعرفي البنات لما بيكونوا صغار بحبوا كل شيء بتعلق باللعب والمحبيات، وكنت على طول اهتم بهيدي التفاصيل، إنه اللعبة وإخواتي بناته ولبسهم ودايماً زبطلهم وهيك. فأهلي أكيد لاحظوا هيدي الموهبة وضلوا يشجعوني وينموها لحتى كبرت ودرست تصميم الازياء. حلو. ولانه عندي ثقه انه انا رح يطلع مني شيء، فتحنا دار انا واخواتي وطلع بالفعل. لانه عم اقول لك عندك ثقه، وممكن حلم من انا وصغيري اقول بدي اعمل هيك. فما شاء الله. الله عن جد الله وفقك وكتر حبيبي. وعلى فكره هون اكيد هذا الشيء ببين قد ايه دور الاهل بيلعب بتنميه الموهبه عند الولد. وعن جد لك وين صرتي. ندوة بدي اعرف شوي انت فساتينك على اي ستايل ميلين، الكلاسي، الشك، الرايق، يعني خبرينا شوي عن الستايل تبعك. هلا الستايل اللي انا الخاص فيه اللي انا بحبه اجمالا هو الكلاسي، لانه اصلا بيخدم، بس اكيد ما بيمنع انه نفوت بخطوط الموضه العالميه شويه بترند ونتبعها، بس بتحطي روحك انت الخاصه فيه بكل قطعه عم تعمليها. فمنشان هيك ما بيمنع احيانا تفوتي تبالغي بالزي شعطه باللي يعني. عم تعملي شعطه، لانه احيانا لو كان شوك بيعمل شوك سلبي، لو كان سلبي بس بيعمل شوك. بيعمل شوك 100%. طب الترند هلا مثلا لصيفية 2022، شو هن الالوان هلا دارجين مثلا اذا عم نحكي كفساتين سهره وكفساتين اعراس مثلا، شو الترند لهيدي السنه اكثر شيء؟ الترند هي اجمالا بالهوت كوتير بتبقى غير الكاجوال، لانه بالهوت كوتير انت عم تلبسي الفستان مناسبة اكثر. السنه في دارجه كثير الفوشيا، التيفاني، الالوان الباستيل على طول بتضلنا بالهوت كوتور. بين الشتوي والصيف بتغمق شي 2-3 دجري وهيك، بس بتحافظ على الالوان لانه هي هوت كوتور. اوكي. بالنسبه للاعراس فينا بعدنا بالاوف وايت اكثر شيء. اوف وايت. اوف وايت. في عروس بتجي بتحب الابيض، بس هو الترند هو بعدنا بالاوف وايت. ندوة يعني ما عم بقدر حدد اي احلى فستان، كلهم انغرمت فيهم، كل واحد ستايل مختلف عن الثاني.
عن جد الواحدة بتحس حالها أميرة يعني. حبيبتي القلب غالب عن جد، كلهم اللي بقولي كلهم حلوين. شكراً كتير لك عن جد، يعني ما بعرف معك حق كلاسي، الستيل كتير أنيق ونفس الوقت رويال، أنا حسيت ملوكة. والهدف أنه نلبي ذوق زبوناتنا كلهم. ميرسي على استضافتك اليوم، كتير حبيت المقابلة، يعطيني العافية كل التيم، وأهلا وسهلا فيكم. شكراً لك. شكراً لك ناندو. And the city. 'Cause I am a fashionista. Diane and the city. دكتور اشتقنا لك. أهلا ديان، نحن كمان. اليوم عن شو رح نحكي؟ اليوم يمكن اخترت موضوع شائك يلي بخص كتير من السيدات ويلي فعلا بهمهم يتخلصوا منه، هو ترهل العنق وأعلى الصدر. منطقة كتير مهمة، وخاصة نحن ديان بعالمنا العربي، لأنه كتير في حر وكتير في شوب، حتى بأيام الشتوية منلاقي أنه السيدات بيمشوا ومبين الرقبة وأعلى الصدر، عكس ما هو بالبلدان الباردة يعني مثل أوروبا بضلوا حاطين الشال. وأصلاً هذا الموضوع كتير بهم الكل، يعني مش بس البعض، لأنه ما في مهرب منه، يعني رح نوصل كلنا لموضوع ترهل الرقبة مع مر العمر. يعني مثل ما بقول أنا، الزمن ما فينا نوقفه لكن بدنا نتماشى معه. رح نكبر سناً لكن بدنا نحافظ على شبابنا قدر الامكان. صح، يعني في وقايه بدنا نعملها بمحل معين. كيف تنعمل هيدي الوقايه تما نوصل للترهل؟ اكيد كثير من السيدات بيلجأوا الى العنايه ببشره الوجه، لكن بينسوا الرقبه وبينسوا الديكولتي. صح، لكن بدي اقول انا اليوم انه الرقبه واعلى الصدر هني اهم من الوجه، لانه الوجه مع مرور الزمن نلجأ لشد البشرة، لكن أعلى الصدر ما منقدر نعمل له جراحة. صح، لهيك عطول لازم نعتني بالرقبة وأعلى الصدر. أول شيء بترطيب البشرة من خلال شرب المياه، إضافة إلى عدم التعرض للشمس. هي الشمس أكثر شيء بتأذي البشرة أصلاً، لأنه كتير مأذية، خاصة بعز النهار وقت ما الناس بيكونوا على البحر ولا كتير بتتأثر البشرة، يؤدي إلى جفافة. إضافة إلى الاير كونديشن والمكيفات الهوائية تؤدي إلى جفاف بالبشرة. والله. والأهم من هيك هو علينا استعمال الكريمات المرطبة وواقي الشمس. أوكي، على الرقبة، يعني هيدا بتبلش من عمر مثلاً 25 20. من عمر 20 سنة وما فوق. من بعد هيك أكيد منبلش نستعمل بعض الوخز يلي بتحتوي على البيبي سكين، الكافيار، الذهب، الديرما دي ان اي، يلي بتنشط خلايا البشرة وبتحافظ عليها لحتى تبقى مرنة، وبالتالي ما بتعود تترهل على عمر مبكر. وغالبا كل سيدة بتمرق بفترة الحمل قبل الولادة وقبل الأمومة. بفترة الحمل صحيح هي فترة كتير بحبوها الناس وكتير بيبقوا ناطرينا، لكن إلى سلبيات على البشرة، لأنه بفترة الحمل بيوقف الاستروجين يلي هو الهرمون الأنثوي بامتياز، وبالتالي وقت ما بيوقف الاستروجين بيؤدي إلى جفاف البشرة، بيؤدي إلى ترهلها، بيؤدي إلى ظهور تصبغات كتير. كرمال هيك بقولوا المرأة بتتغير بعد الحمل، يعني حتى كتير من الناس السيدات اللي بيكونوا بفترة الحمل بيصير في عندهم تصبغات وكلف بالبشرة. ودايما أنا بقسمهم فترة الحمل وفترة انقطاع الطمس أو على المينوبوز. مينوبوز يعني على عمر 48-50 سنة منلاقي أنه بيوقف الاستروجين، وهون السيدة ما بتعود تصدق مرايتها مثل ما بسمع تغير مثل ما بسمع من السيدات اللي بيجوا لعندي، يعني
يلي يمكن بحياتهم بيكونوا ضد التجميل، لكن بعمر 48-50 سنة بتقلي دكتور ما عم صدق مرايتي هالسنة كأنه كبرت 5 سنين. وهيدا مزبوط، لأنه بس يوقف الاستروجين منلاقي صار في ترهل وجفاف بالبشرة، وبس صار في يمكن هبوط بالوجه. صح، هون بيكون الخيار هو شد العنق وأعلى الصدر للتخلص من الترهلات اللي بتكون موجودة. هي شد العنق ضمن الفيس ليفت بتصير يلي كنا عم نحكي عنها قبل. أكيد ديان، الوجه البشرة بتكون أسمك مما هي على الرقبة، لأنه كتير أوقات منلجأ لشد الوجه والعنق لأنه الرقبة صارت كتير مترهلة وصار في كتير أشياء والجلد زائد. كرمال هيك بنعمل سوا أسفل الوجه والرقبة مرة واحدة مع أعلى الصدر. أوكي، وتصير في بولدوك ساين يعني. أها، حفظناه هون. كل ما كبرت السيدة وكان عندها جفاف بالبشرة منلاقي الوجه بيطيح. أوكي، بيظهر عنا الجاولز أو ما يعرف بالبولدوغ بيقشطه. أوكي، وبيصير في ترهل بالرقبة. وهوني بيكون العلاج جذري مرة واحدة باستعمال تقنية الأكسجين لحقن البشرة وشدة بنفس الوقت مع شد عضلة الوجه وعضلة الرقبة. هل بتوجع هيدا العملية أو عندها سايد إفكت؟ العملية مزعجة شوي لكن ما بتوجع أبداً. أوكي، لكن في عنا شوية مثل ورم تاني نهار. أوكي، لكن بغير حياة السيدة 360 درجة أكيد. لحتى تكون بعالم تاني، يكون عندها كامل الثقة بالنفس، تصغر 20 سنة والمصالحة مع الزيت. أكيد، وهيدا الأهم. كرميل هيك بقول ديان، أنا منه غلط بعمر 25 سنة مثل ما قلتي نلجأ لبعض الوقاية تما نوصل لترهل الزائد، لترهل على عمر مبكر. نلجأ كمان إلى حقن الكافيار والجلو ليفت بالبشرة يلي بيشدوا هالجلدة، إضافة إلى استعمال الديرما دي إن إيه يلي بيلعب دور كتير مهم بإعادة شبابها. هلأ السؤال الأهم، كيف نتجنب ترهل الوجه على عمر مبكر؟ مثل ما بتعرفي بالرقبة في عنا عضلات، وكثير من الناس بنشوفهم مع الكبر ومع تقدم السن بصير في عندهم حبال الرقبة بيقولوا لهم، بصير في عنا مثل حبلتين هون يلي هني إذا بدي كولي هني الحبال. صح، هول بصيروا يبينوا خاصة عند السيدات وقت ما بتكون رقبتهم طويلة بيصيروا يعطوا يمكن عيوب، بيفضحوا كثير. كرمال هيك كل ما تكلمنا او كل ما كزينا او كل ما لفظنا كلمه الكاف او الثه او البه بشدوا هالعضلات. وكل ما حكينا منلاقي هالعضلات عم بشدوا على الوجه نزول، وبالتالي بعجلوا بترهل الوجه. لهيك هول منقدر نحقنهم بالوخز اللي كان كليوباترا او ما يعرف بالنفرتيتي يلي باستعمال حقن البوتوكس يلي بده يكون كتير دقيق لحتى نقدر نتجنب شد عضلات الرقبه. أوكي، للوجه وعدم ترهل الوجه على عمر مبكر. وهيدي فيها كتير فن، لانه بدي نبه انه في كتير ناس بيعملوا بوتوكس بالرقبه عند ناس منهم أخصائيين، لكن هالشي بيؤدي إلى مشكلة بالبلع وما بيقدر يبلع مظبوط. خطيرة جداً هيدا العملية، وهيدي مشكلة كتير كبيرة. كرمال هيك لازم يكون يقظين وواعيين شو بدنا نعمل، أي حكيم عملنا إيه. أكيد. طب دكتور، بنسمع كتير إنه بيصير في شد الرقبة بعملية الخيوط، استخدام الخيوط، وبنسمع كمان عن الليزر إنه بيعملوا ليزر للرقبة لتشد. شو رأيك فيهم هول التقنيات؟ أكيد بقول أنا أنه أعطي خبزك للخباز. وقت ما عندنا مشاكل بترهل البشرة أفضل شيء نتوجه عند جراح تجميل. أوكي، وليس عند درماتولوجيست على عالم التجميل. أكيد كتير من الناس هن منهم أطباء بيكونوا عاملات تبرج، بيعملوا ميك أب، شوي بيصيروا يحطوا خيوط وليزر. كتير بيكونوا أطباء جلد ما بيعرفوا يعملوا شد للوجه، كمان بيلجأوا إلى استعمال الخيوط وليزر لشد البشرة. لكن بأكد لك هيدا كله وقتي وكله ما بيفيد
وكله بلا طعم ويمكن بيضر كمان. يعني أنا بقول بكل مسيرتي المهنية استعمال الخيوط بلاقيه كتير فاشل، استعمال الليزر لشد البشرة ما إله ولا أي فايدة. الخيوط حتى للوجه للعينين لأنه عم يعملوها كمان كتير. أكيد منحط خيوط بيضاين 4-5 أشهر بيرجع بيرخي. هيدا هي لأنه في منهم بيقولوا لك بيضاين سنتين وأكتر. هو بيقولوا لك سنتين بس إني ما بيضاينوا لأنه أنت مجرد ما تحط خيوط بتكوني عبتسرعي بعملية التليفات والالتهابات داخل الأنسجة. معلومة مهمة. أنت بتنبسط من الالتهابات اللي خلقتيهم من خلال وجود جسم غريب بالبشرة. صح. لكن فعلياً ممنوع تحطي خيوط وممنوع تعملي ليزر لأنه كله مش بس تدفعي فلوس، كله ما بيفيد. أوكي. وبتوجع. الخيار الأفضل هو شد البشرة مرة واحدة ل 15 سنة بساعة ونص من الوقت بتغير لك حياتك. أنا بقول هيدا تخبيص بعالم التجميل. وما بلاقي جراح فنان وبارع وبحط خيوط وبيلجأ إلى شد البشرة بالليزر. صح. صح. لازم نفتح الوجه نستعمل الأكسجين لتغذية الأنسجة، شد عضلة الوجه بالليزر، شد البشرة وأعطاء نظرة الفوكس آيز أو ما يعرف بالكات آيز. هيدا اللي هلأ دارجة. صح. لحتى نقدر عند السيدات نحط الميك أب بشكل حلو أو ما يعرف بالعين المدبوحة. هيدا هو الجميل، الخيار الجذري والوحيد لترهل العنق والرقبة وأعلى الصدر هو الشد. شكرا لك دكتور وناطرتك حلقة الجاي. يلا سيو. Diane and the City.